تنقطوا عليه. ايه. قام بعدين قال لك بدنا نحرق التهديج الحرق بالنار. مين قال لك؟ العقيد محمد والعقيد ياسر. ياسر ايش؟ ما ياسر بس ما بعرفه، ياسر هذا ياسر بعرفه. وين بيخدم هذا؟ هذا بالثالثين، هذا على طول سكران. قال لي والله حرق كل الجسر الاراضي تحت. والمحلات. طلعت على العقيد محمد قلنا له يا معلم لا تخلي يحرق. هذا بده يزينا كلها محلات عندنا وكذا. قال بتقطعون بتعطونا اياهم؟ قلنا له ايه. بتقطعون بتعطونا اياهم ليش؟ تعطيهم ايش بدهم يسووا؟ سووا متاريس. هو قال لك هالحكي؟ ايه. اني لازمين مشان متاريس. متاريس. كويس. سووا متاريس. ايه. ايه. قال لي بتقطع لي 70 وحده على متر ونص و70 وحده على مترين. ايه. قطعناهم واخذناهم. 70 و70 على متر ونص ومترين. ايه ما كفوا رجعنا قطعنا له 50. مشان رجعنا قطعنا له 50. مشان المتاريس. ايه هو سوى فيهم. وين حطوهم هذول؟ حطوهم عند الرمال فوق. ومدوا مدة طويلة ورسموا عليهم علم. كويس. وعملوا متراس من تحت. كويس. قصة منه. طيب. ما كنت تودي خشب بالمساكن الحرس؟ المساكن الحرس طلعت تطلع السيارة فوق هنية غدوها معلم من بلا هنية غدوها على جديدة. عند اللواء. صارت أبطال. طالع. وين سكنت تطالع يا خشب بالمساكن الحرس لفوق عند الطبال؟ والله ما طلعت فيهم، هو ياخذوا شفر ويطلعوا فيه معلم. بس يعني كنت أنت معهم؟ لا هو ياخذوا شفر على الرمال يطلع معه اثنين. انت ما تكون معه؟ لا بالله ما فتت، انا فوت على مساكن بودي نور هي تبع الخبز بس الخبز. لا انت جبت الشغيله وانت اللي تقطعش اسمه، شو يعطوك مصاري؟ اساس يعطونا معلم نخلص نحاسب الشباب يعطونا مصاري. أه. على القطيع 2000 وعلى العامل باليوم 1000. أه. وعلى كل نالي على السياره 3000. أه. ولما صار ماتوا الشهداء الله يرحمهم او منعونا ننزل تحت الجسر. قال لي يا سرجل شوف واحد تعب بدي اوصل. نفس اليوم اجوا اجى ابو اخوه لابو حامد. جايب لي جبت لك 17 واحد مشان ننزل. قلت له منعونا ننزل. وبعد ما دير لي ظهرك مضبوط واحكي مثل البشر. لا 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 يلا بعدها منعوني. بدك تحكي لي شلون نزلت شلون خليتهم ينزلوا لتحت الجسر يوم الشهداء؟ اتصل علي عقيد محمد علي تعال لعندي. طلعت لعنده. لقيت سيارة اسعاف ودفاع مدني. سيارة ثانية. عرفت شلون معلم؟ ايه ايه قال نزل شباب تحت الجسر. طلعت معهم واجوا هاجم راي اخذوا عناصر حماية كمان. نزلنا بقلب الشعبية هسا هاجم راي ونزلنا. قام شافني عقيد ياسر حيط علي ايوه بارضك شو جابك لو قلت له عقيد محمد بعتني قام دق له. قال له انا بعته. حطوا الشهداء بكياس كل واحد بكيس بالعلامة حطوا لنا المخدرات تحمين انهم مرئين مخدرات وهن الجيش حاطهم كمان مين اللي اتهموا انهم مرئين مخدرات؟ لا الجيش ما صوروا؟ كان في عسكري عبيض اجوا عم عقيد علي عقيد اسر عم صرخ علي لا تعيطوا لا تسوي شيء ولك بل كان معه كاميرا نفسها عم يصور انت شو اسمه؟ انت ايش عملت؟ انا افوني مع جانب خلى عنصريين حدي يعني ما احدهم ما ثاني بس انه مسافه شايفه نحن دست على الدم ولا لا؟ دست على الدم ايش هو؟ شو سويت؟ احكي انت دست على الدم التست على ما بتطلع معي لا لا معلش خلص مو توبه نصوحه بلا. توبه تجبنا قبلها خلص عادي دست على القران على جسس الفطايس التهم عيد عيد اللي دست على جزء الفطايس وقت اللي دست على دم مين انت؟ كان دم بركة دم بالارض معلم دم الشهداء؟ اي والله بركة ولا جثة عم تحكي انت؟ لا كان في جثة في منه لا لا مضبوط الصدق الصدق في منه شهداء عم ينزل دم كثير ايه انت دست عليه ولا دست على والله على الدم والله بس العصام قداس وقام عيط انا العقيد ايه دست على الدم ايش قلت؟ ما خلوني اقرب عليهم ايه ايش قلت لما دست على الدم؟ قلت دست على دم الفطايس انت توبه نصوحه معلم ايه توبه نصوحه توبه نصوحه والله ان شاء الله يا رب يهديك ويتقبل منك يا رب ونحن راح نساعدك مشان تكون التوبه نصوحه ان شاء الله يلا كمل اسماء الضباط وهيك تعاملك معهم من البدايه يعني اكثر واحد عقيد محمد وسيف حسن منصور فوق الهيئه جيب لي فطور واحده واحده اول شيء الامن السياسي فين ما بيتعامل الامن السياسي قلت لك حسام من زمان ما كنت بعرفهم
يجي هذا شو هيك على هاي من البداية، هاي من البداية وقتها شو كانت العلاقة بينك وبين حسام وحسين وقت المظاهرات؟ اتصل علي، اتصل حسام علي مين طلع ومين راح ومين كذا. بس حسين ما لي مع حسين لأني اتسيّر. كنت تخبره ل تخبره ولا لا لا على مين تخبر انت؟ يقول لي مين طلع، قال له مثلا طلع محمد احمد كذا اسماء. اعطيه مثل اسماء مين مثلا؟ قلت لك احمد محمد عبادة كريكة كريكة غيره. بس في عبادة اسماء مين كمان؟ عبادة مهرجان يطلع. حتى انا طلعت معه شي 5 مرات. شو كان يتصل فيك وشو يطلب منك كمان؟ بس اللي يلي في اطلاق نار عند الرعبين، بس في ناس عم تتصل فيه معلم الهامي الله وكيله. في اطلاق نار عند جسر، هاجموا على جسر. مين بيكون سابقك بالله يعني يعطيهم الاخبار؟ لا ما بعرف والله، يتصل علي يتاكد مني تاكد ايش طلع يثبت يعني. والله يا معلم. وانت يعني حدا ثقه اني للتاكيد؟ بكلام ثقه انا قلت لك. خلص فيما يخص ابو الفوز. لا خلينا نتعاون معهم. يلا كمل. السياسي خلصنا منه. نجي للحواجز. حواجز حجز الرمال انني لقيته محمد يوسف. شو تعاملت معه؟ تعاملت معه بكل شيء. قلت له يطلب يطلب مني مين في واقع هون كم وشات الخشب وتحت الجسر وهدول يعني. شو مشان شغله ابو الفوز؟ اتطلب ابو الفوز هو طلب مني بده ابو الفوز. شو قلت له؟ عم اجي رايد وقال لي على القصه. شو قلت له؟ هيك هيك لسه اجي رايد وقال لي كاتب له ورقه تهديد. شو هيك هيك؟ لا تقول لي هيك هيك، احكي لي مثل ما صار الموضوع بالتفصيل. رايد ارجاني على ورقه، قال لي لها السياره. هو شبيح وبدهم يقتلوه وبدهم كذا ولا هيك. قلت له مين كاتب؟ قال لي ابو الفوز وجماعته. وقعد زبزب وكذا. انا سبيت معه وكذا، قلت له قلت له دبره جيب حب من هو منيمه كويس ومنظم السلمه على الحاجز. جيب حب ولا انا بجيب لك من هو؟ لا قلت له انت نايمه وتسالي وانا بروح منظم بسيارته، يعني انا ما فيني افوت لهنيك بسيارتي. ايوه وتاخذ شو؟ بروح على الرمال لعند مين؟ لعند العقيده محمد. معلم قلت له عم صار هك كويس. العقيده محمد شو بتعامل معه وغيره؟ والله هيك المعاملات والله. كتاب الله يبين بينك انا حالف يمين طول الاسبوع. وتعاملت مع المساعد اللي تبع القلعه؟ تابع له، تابع لابو غدير هذا كان حسن. ماشي طلع فيني وشدني حالي. وين الحاجز تبعه؟ لا الله يخليك خلي هيك خلاص. يلا ايش في كمان؟ والله مين المساعد؟ العقيد مين؟ العقيد حسن منصور. هذا الرمال ماسك الفرقة الثالثة. تمام. هذا بس في واحد عقيد معه بس ما بعرف اسمه، هذا اللي مات وقت الفجر العبوات، هو مساعد عسكري. والعقيد هذا حسن منصور تصور. وين تصور؟ خاصرته انكسر رجلين بصدره. كويس. من التفجير. مين كمان؟ شو تعاملت معه هذا؟ هذا بس قعد معه اللي نفسه ابو غدير. في عندك شيء اخبار؟ الكلام اللي انت تجد الشيء بس يعني توصل له اخبار بس هذا ما بيطلع على طول قاعد على بس توصل له اخبار. ما بقول لك انا حالف تو بنص. مثل شو اخبار توصل له؟ مثل ما قال ابو غدير بس في تجمعات في كذا الحكي. اماكن مقرات كذا؟ لا مقرات ما اماكن مسلحين عن طريق جديدة واقفين عند السمكة هناك يا كمل. عن طريق احمد زبط. غيره مين في عقداء؟ مين في مساعدين؟ صدقا هذول معلم شارنا. تذكر تذكر حاجز الجسر. مين الجسر؟ قلت لك ياسر الالوم بس علاقتي معه سطحية. ياسر اعطينا علي ديوب. شو اسطوره علي ديوب؟ الله وكيلك ما تعامل معه. هذا ببيع بديل الغاز وبيبعنينا 100,000 ورقة. انا ما لي علاقة معه، انا ولا مرة واقف معه، بس اشوفه شكل واقف فوق. بس ما لي علاقة. لا والله. معلم حالف في القرآن والله. حاجز جمراية. حاجز جمراية بتقاتل انا والعزاد، في العقيدة ابراهيم بسلام لبعيد لبعيد بس. بس مع حاجز جمراية بتقاتل محمد مهدي ومحمود والشباب. بيعدوا معه كثير.
محمد مهدي ومحمود شو قصتهم؟ ليش قاعدوا معك حاجة؟